السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ورحب فيكم أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج نحن المستقبل. اليوم حلقتنا أجواءها تعم بالأمن والأمان والبطولة وحب الوطن، لأن بنشهد انطلاقة الدورة الأولى لدورة صديقات الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة الشرقة إن شاء الله في أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشرقة. تابعوا زميلتي مريم السويدي عقب الفاصل عشان تعرفون تفاصيل هذه الدورة. شكرا للزميل مايد، حياكم الله اخواني واخواتي. انا متواجده في اكاديميه شرطه الشارقه، انطلاق فعاليات الصديقات شرطه الشارقه، تابعوني. بهدف تمكين المشاركين من الاستفاده من العطله الصيفيه من خلال اكتساب المهارات والمعارف والخبرات اللي تتوفر عبر الممارسات التدريبية العسكرية، انطلقت الدورة الأولى صديقات شرطة الشارقة، وتستمر المبادرة الجميلة حتى 16 من شهر أغسطس المقبل. والحين إخواني وأخواتي لقانا مع الملازم علي السركار، مشرف عام في أكاديمية شرطة صديقات الشارقة. حياك الله معانا أستاذة. شو أهدافكم من الدورات هاي؟ والله نحن بناء على رؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة واهتمامه بالناشئة واليافعين، ارتأت القيادة العامة لشرطة الشارجة متمثلة بالأكاديمية العلوم الشرطية في هالبرنامج الصيفي المتكامل لصديقات الشرطة، وهالبرنامج يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارة اللي احنا نسويه للفتيات فقط. وهدف هذا البرنامج هو ان اهتمام بالناشئة، وان يطلع جيل واعي وجيل مثقف بالأمور اللي تحصل حواليه، ويكون جيل متعاون مع الشرطة ومع المجتمع. وشو الفعاليات اللي بتسوونها في الدورة؟ والله الفعاليات من متنوعة، منها البرامج التدريبية ومنها البرامج التعليمية الثقافية اللي احنا نوعيهم عن الأمور اللي حاصلة في المجتمع، ومن غير في زيارات لعدة جهات عشان يتعرفون على الأمور اللي تحصل حاليا في الإمارة. الحين إخواني وأخواتي لقائنا مع مدرب مشرف في أكاديمية صديقات الشرطة الشارقة، نتعرف عليك. مدربة مشرف حنان حيدر من أكاديمية العلوم الشرطية، مدربة صديقات الشرطة كأول مرة يعرضونها في إمارة الشارجة. برنامجنا كالتالي، عندنا برنامج صباحي، وعندنا أيضا بعض الحركات المشاه الأساسية اللي راح نأخذها في البرنامج، وعندنا كذلك ينضم في البرنامج أيضا بعض المحاضرات، عندنا زيارات خارجية مطبقة على مدار الثلاث أسابيع إن شاء الله، ويوم نشاط رياضي راح يكون في مركز سجايا الرياضي للفتيات. شو هدفكم من هاي الفعالية؟ هدفنا أن نعرف نحن صديقات الشرطة المرأة تدخل في مجال العسكرية، وتكون إن شاء الله يوم تكبر تكون هي في مجال العسكرية للمرأة. تعرف اخواني واخواتي على اراء صديقاتنا المشاركات في الفعاليه. حياك الله معنا، نتعرف عليك. اسمي ابراهيم. شو تعرفت اليوم في الفعاليه؟ عرفنا بعض الملتزمات في العسكر. انا استفدت من المحاضره كيف نستعمل التواصل الاجتماعي بطريقه مفيده وايجابيه. بستفيد وايد اشياء، وكانت منها اليوم اللي هي عباره عن مواقع التواصل الاجتماعي، السلبيات والايجابيات اتعلمتها، واني انا كيف اتعاملها معاها بذكاء، واني انا اتعلم من اخطاء الاخرين. اشكر زميلتي مريم السويدي على هذه الفقره، ونكمل حلقتنا مع زميلتي ماريا خالد المتواجده في مدرسه القراين عشان تنقل لنا تفاصيل اكثر، وكذلك مشاركه اطفال الشرقه في دوره اصدقاء الشرطه، تابعوها. واحد.
عليكم أخواني وأخواتي من مدرسة القراين. أنا متواجدة هنا مع عدد من الأصدقاء المشاركين في دورة أصدقاء شرطة الشارقة، معايا أيضا أخواني وأخواتي من أطفال الشارقة. بداية جولتنا في مدرسة القراين أخواني وأخواتي كانت مع التدريبات العسكرية لأطفال الشارقة. مع التدريبات العسكرية انتقلنا مع أصدقائنا أطفال الشارقة إلى فقرة المحاضرات والأنشطة، ندعوكم أصدقائي لمتابعتها. أهلا بكم أصدقائي من جديد. مثل ما تعرفون أن الحياة الشرطية تحتوي على عدد من الأوامر والتعليمات التي لا بد التزامها فيها، تعالوا نتعلمها مع بعض. عندنا اللقاء مع مدرب الرقيب الأول عبد العزيز الحماد. ما أهم الأوامر والتعليمات التي قدمتوها للأصدقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الأوامر والتعليمات العسكرية مثل الضبط والربط العسكري. ثاني شيء في أوامر أخرى مثل حب الوطن، الولاء والانتماء للوطن، وكان محور الدورة عن ولائي وطني المحور الرئيسي للدورة، والمحمر الآخر مجتمعي آمن. الحين نفس ما نحن نعرف في مبادرة لقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، هي مبادرة كلنا شرطة، فالشرطة تبدأ من أصغر أفراد المجتمع إلى أكبر أفراد المجتمع، فنحن هذا المحور نحاول دائما نرسخه في عقل الطالب أو في عقول المجتمع بشكل عام. نتعرف عليه. اسمي عبد الله حسين من الحسين من الإمارات العربية المتحدة، هوايتي السباحة. شو سبب مشاركتك في دورة أصدقاء شرطة الشارقة؟ لأكتسب الوقت المفيد في أشياء مفيدة في الصيف. والله الدورة مفيدة وأنصحكم أن تشاركوا فيها. حسب أتعلم أشياء عن العسكرية وشوية أتعلم الرماية. يسعدنا اللقاء بسيادة الرائد حمد الكي، حياك الله معنا. الله يحييك. حدثنا عن مشاركة أطفال في دورة أصدقاء شرطة الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هالسنة دورة أصدقاء الشرطة، عندنا عدد ما يقارب 300، وفي عندنا 3 محاور. عندنا محاور اجتماعية، محاور وطنية، محاور تخدم المستقبل اللي هي مع رؤية الإمارات، كيف هالطفل والناشئ يقدر من خلال البرامج اللي يتعلمها من عندنا هنا انه يواكب التحديات والمستقبل. حصص موسيقية تخصصية لمنتسبي الدورة من أطفال الشارقة قدموها القيادة العامة لشرطة الشارقة الجهة المنظمة لهذه الدورة، مشكورين. أخواني وأخواتي هذه كانت فقرات اليوم من مدرسة القراين، تابعونا بعد الفاصل. أخواني وأخواتي هذه كانت وقفتنا في أكاديمية شرطة الشارقة،
ما زلنا مستمرين في حلقتنا، بعد الفاصل ننتقل إلى الزميل مايد ومع فقرة أربح معنا. شكرا للزميلتي مريم سويدي وزميلتي ماريا خالد على تغطيتكم المميزة لدورة أصدقاء الشرطة ولدورة صديقات الشرطة، وشكر موصول للقيادة العامة لشرطة الشرقة على تنظيمهم لمثل هذه الدورات واستغلال وقت الفراغ لدى الطلاب والطالبات بشيء يفيد المجتمع والوطن. شكرا لكم أخواني خواتي على متابعتكم لحلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونون استمتعتوا بمشاهدة جولتنا وفقراتنا، والحين حان موعد مسابقة اربح معنا وجائزتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة شرق الإعلام من تلفزيون الشرقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما أول اسم ظهرت به القيادة العامة لشرطة الشرقة وفي أي عام ظهرت للمرة الأولى؟ بهذا السؤال نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج نحن المستقبل، نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقتنا القادمة ومع السلامة.